ثلاث انفجارات كل انفجار يعني كل بين فتره فتره خمس دقائق كل سياره طقت اول وحده خمس دقائق والاخ خمس دقائق والوراه خمس دقائق فليش هذا اللي دا يصير ليش؟ يا اخي نطالب الحكومه نطالب الدول العربيه مساعده هذا البلد اللي وش هذا دا يصير؟ ها بالنور شو رايك؟ خلي نشوف الضيعة.